بس اذا هلا بدك تهدي هدى اغنيه مش انت لا 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 كاتبها. انا مش كاتب حاجه، ايه ايه يعني مش بقى لي انت مش 15 انت سنه ما كتبتش ايه حاجه. ايه اغنيه موجوده هلا اخر شو هي غنيتكم اللي بتحبوها، غنيه اللي انغرمتوا عليها؟ لا والله في كتير، بس يمكن الاغنيه اللي كانت في مرحله حبنا يعني كانت تملي معاك، بتاعت عمرو دياب. صح تملي معاك. بعد كده بقى ثم كل العاشق انت شوي بعد كده كل حبيب انت اغاني حبيب تامر حسني بقت هي ذكرياتنا انا وهدى. يا الله ما قالها زمان، لانه انت وتامر اصحاب كتير، انا احنا وتامر اتقابلنا اخر اخوات مره مش ايوه اصحاب، طبعا 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 انتيم يعني.